السلام عليكم. اليوم نديرو وصفة رز بالحم. بسم الله نبداو. اولا نبداو بالرز، نديروه يطيب. درت عبارة تاع الرز وزوج عبارات تاع الماء ونص حبة تاع البصل قطعته رقيقة، ودرت الزيت 3 مغارف تاع الزيت والملح، درت كلش في خطرة. كي يبدا الرز يبدا يغلي نقصلو الفرن ابتي فو ونغلق لا كوكوط ونخليه يطيب. من جهة واحدة اخرى دوكا نبداو في الحم. هذاك قطعته كامل بهذه الطريقة رقيق، وقطعت حبة بصل، والتوابل عندنا زنجبيل طازج فخي لازم باش هو اللي يعطينا بنه في هذه الوصفة هذه. ودرت شوية تاع زنجبيل اون بودغ والملح وفلفل اسود وفلفل حار. في مقلاة درت هذاك البصل مع الحم، درت كلش باش يطيب. زدتلو الحم وزدتلو هذوك التوابل وزدتلو ابيبخي واحد زوج مغارف تاع لاصوص صوجا. ولا ما عندكمش لاصوص صوجا معليش ما تزيدوهاش، باسكو هو فيها الزنجبيل هذاك يعطي انكو هايل هذا الوصفه. من بعد هو بالخفيطيب، باسكو هذاك الحم سي دي فوفيلي طريين يعني بالخفيطيبو. من بعد كي طاب نورمالمون فيه مغرفه تاع السكر، انا ما حبيتش ندير السكر. كي شتو كمل طاب وسيتلو شويه تاع العسل. ها هو كي طاب في طبق التقديم، ويجي بنين. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، والسلام عليكم.